السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله المنتخب الأولمبي ليلا تحت قيادة الكابتن حسام بدري هيغادر إلى السنغال، متجه إلى التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبيات ريو جانيرو. كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله لحسام البدري ورفاقه. الحقيقة حسام بدري معاه يعني فرقة قوية جدا، فرقة محترمة جدا، معاه رئيس بعثة هنحاول نجيبه على التليفون طبعا دلوقتي، كابتن حمادة المصري، وهو المشرف على المنتخب الأولمبي يؤدي بشكل أكتر من رائع. الحقيقة كابتن حمادة المصري طبعا لعيب كبير واسم كبير، والحقيقة يصول ويجول في إدارة المنتخب الأولمبي بشكل أكتر من رائع، ومعاه جهاز فني محترم يعني جدا، سواء جهاز فني إداري كابتن أيمن حافظ الحقيقة على أعلى مستوى، أو شادي جيلاني كمتحدث إعلامي يعني، أو كابتن أسامة عرابي، الحقيقة جهاز فني قوي جدا مع المنتخب الأولمبي. عايز أقول لكم إن شاء الله بإذن الله هيكون عندنا هنا داخل الملاعب اليوم وعبر شاشة الحياة تغطية خاصة وحصرية للمنتخب الأولمبي وكواليس المنتخب الأولمبي لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، من بدءا من مغادرة المنتخب الأولمبي متجه إلى السنغال حتى العودة إن شاء الله بإذن الله. كرو قناة الحياة والباقي مهيب عبد الهادي هيكون موجود مع المنتخب الأولمبي دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة. أنا عارف إن الحاجات دي بتزعل ناس وبتضايق ناس مننا جدا وبتغضب ناس، مش مهم اللي بيتضايقوا ويفرقعوا، مفيش مشاكل، مهم إن المشاهدين بيبقوا مبسوطين والناس تتفرج علينا بيبقوا سعداء. إحنا أخدنا الحقيقة فوزنا بكواليس المنتخب الأولمبي حصري، وتعاقد عليها شركة برومو ميديا والأستاذ إياب طلعت مع الأستاذ محمد كامل، شركة بريزنتيشن هي ومنتخب مصر وتشاد اللي تعب كل الناس ومحير كل الدنيا الحقيقة من ساعة ما طلع بقناة الحياة. دايما بتكلم على الإعلاميين والإعلاميين الزملاء، وأنا أكتر واحد إعلامي بطلع عبر الشاشات أجيب أسامي الناس، كابتن شوبير، كابتن مدحت، كابتن كريم شحاتة، كل الناس، كابتن خالد الغندور، كابتن إبراهيم، أستاذ إبراهيم فاي، يعني كل الناس، كل الكباتن وكل الرموز وكل الناس، ده بجيب اسمهم وبكبرهم بتكلم عليهم، حتى لو اختلفنا في حاجه يبقى كده في التليفون، ولكن دايما بحب ان احنا نكبر بعض والعلاقات تبقى علاقات قويه جدا. هما بيعترض علينا حد، ممكن يعني قليل جدا لما اطلع ان انا اعترض، ممكن اكلم واحد اشرح له وجهه نظري يقولها، يقول جزء، يكون صح في جزء، يكون غلط في جزء، مفيش مشكله خالص. ولكن امبارح قعدت احترت جدا، اعمل ايه، تعمل ايه لو واحد بيهاجمك او معترض عليك وبيقول لك هي كده بلطجة بفلوسي؟ اه والله، تعمل ايه بقى؟ يعني بيقول لك انا اخد برنامج كده ملاك، انا شاري من قناة محترمة جدا طبعا، واخد عمود كده في جرنان كل اسبوع كده بكتب فيه كده، وكل اسبوع كده هدهم لك انت بقى وقناة الحياة بتاعتك، وانا هفضل كده ادهم لك عشان انا عندي خلاف مع قناة الحياة، فيعني هفضل عندي البرنامج كده اخده ملاكي، عندي الجورنان كده العمود اخده ملاكي، مفيش مشكله خالص. مستغربين طبعا اول مره تسمعوا الكلام ده، دي ظاهره اول مره اشوفها في حياتي. يعني عامه ممكن اختلف مع زميل اعلامي في وجهات نظر، في قضيه، في حاجه تخص اتحاد، حاجه تخص اهلي زمالك، نتكلم نختلف، مفيش مشكله خالص، ولكن دي اول مره الحقيقه يبقى دايما الهجوم على قناه الحياه وعلى شخصي، على قناه الحياه وعلى شخصي. قصه غريبه جدا، قصة غريبة جدا الحقيقة. بطلها هو الدكتور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق واللي موفقش في الانتخابات الماضية، وهو الحقيقة أنا كنت أكنله كل احترام، وهو بقاله فترة يعني بيطلع على قناة معينة برنامج أسبوعي كده ساعة، ده برنامج بتاعنا احنا يعني بتاع اعتراض على قناة الحياة وعلى سيف زاهر وعلى عضو مجلس إدارة وهنا والحكاية ونشبك المواضيع، ثم مؤخرا في جورنان محترم جدا 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 الحقيقة يكتب كده مقالة أسبوعية برضو تخصني باسمي. يعني الحقيقة الراجل عامل لي دعاية لو أنا طلبتها ما تجيش أفضل ولا أحسن من كده، دايما يعترض على فيها على قناة الحياة، على حصريات قناة الحياة، على وجود سيف زاهر فيها، على وجود سيف زاهر في مجلس إدارة الاتحاد. يعني الحقيقة سيف زاهر يمثل له مشكلة قاعد بيدور حواليها، حتى وهو هنا في مصر عامل له مشكلة جامدة، يروح اسكندرية برضو عامل له مشكلة جامدة. أنا الحقيقة أكن كل احترام للقناة اللي هو فيها، وأكن كل احترام للجورنان اللي هو فيه. أنا اتكلمت مع مسؤولي القناة، عشان كده مش هقول أسامي، يعني مش هقول اسم القناة لأنها قناة محترمة وقناة كبيرة جدا جدا جدا، وما كلمت المسؤول قال لي الحقيقة أنا ما اتفرجش عليه،
فما اعرفش. فوضحت له وجهه نظري، كلمت مسؤول الجورنان، هو شخصيه محترمه جدا 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 الحقيقه، ووضحت له وجهه نظري زي اي مواطن عادي يعني بيتعرض لهجوم او نوع من البلطجه، او انا كده هعمل كده مهما تشرح لي، هفضل كده وهفضل اشتم فيك وهفضل اعمل. استغربت جدا، يعني استغربت ان احنا في الظروف دي في مصر او في الزمن ده نوصل لكده، ان واحد يقف يقول لك اه انا اخد برنامج ملاكي بفلوسي، واخد مقال في جورنال بكتبه، انا ما باخدش فلوس حد، فحدش يقول انت بتعمل ايه، وهفضل اكتب عنك انت والحقيقه على طول، غلطانين مش غلطانين مفيش مشكله. ولقيته طالع من فتره الحقيقه برضو قصه غريبه جدا، بعد مصر وتشاد، العالم العربي والوطن العربي ومصر كلها وجهت كل التحيه لقناه الحياه لحصولها على مباراه مصر وتشاد اللي مصر كلها كانت بتقعد تتفرج على قناة الجزيرة في المباراة الأولى وفي كل مباراة كاس العالم. والناس بعتت لنا رسائل هنا تفوق الملايين الحقيقة، إن قناة الحياة قدرت تخش وقدرت إن هي تجيب النو هاو بتاع الجيم تحت قيادة طبعا أستاذ محمد سمير مع الأستاذ إياد طلع شركة برو ميديا، وقدروا يحصلوا على الحقوق وقدروا يوفروا للمشاهد المصري هذه المباراة عبر شاشة الحياة رقم واحد في مصر، وتظل إن شاء الله رقم واحد في مصر. الكلام ده تعب الناس قوي، وطلعوا الناس أول امبارح تلفزيون المصري، حقوق التلفزيون المصري، تلفزيون مصري إيه؟ ده في موضوع أنتوا مش فاهمينه، ده في موضوع أنتوا مش تعرفوا تضحكوا على الناس. في حاجة اسمها المنتج تحرر، المنتج تحرر، يعني المنتج تحرر. اللي حرر المنتج مرتضى منصور من التلفزيون المصري، اما جه قال لا الدوري المصري ده التلفزيون المصري هياخد ارضي، حق المشاهد، اي حاجه تانية يدفعها، وده سلعه ومنتج، سلعه ومنتج بفلوس، اللي يدفع اكتر يشيل. زمن بقى نعترض والتلفزيون المصري ونقعد نتكلم كلام للناس الحقيقه مش فاهماه، وتزييف وتضليل الحقائق، عيب عيب عيب، خلاص ما عادش صح. الناس بقت فاهمه تطلع في برنامج انا مش هنزل انتخابات، بعد كده هنزل انتخابات، وبعد كده تروح تكلم الناس تجيب نمر الانديه اعضاء الجمعيه العموميه، وبعد كده تتجاوز في حق رؤساء الانديه اعضاء الجمعيه العموميه، تتجاوز فيهم في برامج مع الدكتور عمرو ابحق، وبعد كده تكلمهم في التليفون ما يردوش يردوا عليك، وبعد كده تقول انا ما اقصدش، وبعد كده تقول انا اقصد. يعني احنا الحقيقه في ظاهره قرصنه وفي ظاهره بفلوسي. انا الحقيقه اول واخر مره هتكلم في الموضوع ده، انا مش هقول اسم القناه ولا الجريده نظرا لاحترام المسؤولين فيها واساميهم، ولكن لو استمر الموضوع هضطر اقول يعني رجاء ان الناس المسؤوله تقف قدام هذه الظاهره، لان هذه الظاهره لابد ان تنتهي، ظاهره البلطجه الاعلاميه لابد ان تنتهي، خصوصا اما يكون مش اعلامي يكون دكتور. فشيء الحقيقه انا يعني اتكلمت اعتقد بمنتهى الاحترام، وجهت رساله بمنتهى الادب، وان شاء الله باذن الله اتمنى التغيير. فاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد، وزي ما قلت لكم المنتخب الاولمبي بيستعد النهارده ان شاء الله باذن الله لمغادره القاهره، متجه الى السنغال للتصفيات المؤهله لاولمبيات ريو دي جانيرو. عندنا خاص وحصري عبر شاشه الحياه كواليس المنتخب الاولمبي دقيقه بدقيقه ولحظه بلحظه، مش هتشوفوها غير عبر شاشه الحياه، ومن السنغال مباشر ان شاء الله هيكون معانا كرو الحياه والزباقي ومي عبد الهادي لحظه بلحظه باذن الله زي ما دايما معودينكم، ولا ربما يكون معانا مفاجات اخرى وتغطيات اخرى الفتره القادمه. هناك احاديث طويله واحاديث كثيره داخل النادي الاهلي الحقيقه، اول حديث عن الحفله والمدعوين للحفله، الحقيقه قصه غريبه جدا انا مش فاهم منها اي حاجه. يعني انا الحقيقه بحس ان الوضع في النادي الاهلي زياده شويه، نادي الاهلي يا جماعه عامل حفله ومعاه شركه منظمه للحفله، هو في الاخر مش هيعزم، لو جينا عدينا رموز النادي الاهلي هنلاقيهم بالالوفات او بالمئات. انت النهارده حضرتك عامل حفله هتعزم 100 هتعزم 200 اكيد، في 200 تاني مش هتعزمهم، في 300 تاني مش هتعزمهم، يعني طبيعي ان في ناس هتيجي وناس ممكن تزعل. ليه قاعدين نتناول في الاعلام الاسامي اللي مش راح، وليه قاعدين نتناول في الاعلام الاسامي اللي راحه واعتذرت، وليه الرموز بيعتذروا على الهوى، وليه المواقع بتكتب ان فلان اعتذر؟ ما خلاص يا فندم جيل حضرتك دعوه عايز تروح اهلا وسهلا، مش عايز تروح خلاص.
مش هي دي مبادئ النادي الاهلي يا جماعه، وهي دي قيم النادي الاهلي اللي انتوا طول عمركم بتتكلموا عليها؟ ليه الناس النهارده كل واحد الحقيقه مشهد غريب جدا. انا مش شايف ان في موضوع ولا شايف ان في مشكله. يعمل الاهلي حفلته ويعزم اللي يعزمه من وجهه نظره وخلاص، وشكرا، اللي يروح شكرا، اللي ما يروحش خلاص، مش نهايه العالم يعني. كابتن فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الاهلي، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيف، ازيك وجميع مشاهدي قناه الحياه. ازيك كابتن؟ ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. اخبار حضرتك؟ ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. لعبت تنس يا كابتن ولا لسه؟ والله لسه عندي 6:30 ان شاء الله، بعد ما اعمل معاك مداخله جميله كده ان شاء الله العب تنس. ربنا يخليك وربنا يديك الصحه يا كابتن. ان شاء الله ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك ان شاء الله. يعني كابتن فتحي، هناك كان احاديث ان كان في امور ماديه متعلقه ما بين حضرتك والنادي الاهلي، وكان في يعني تصريح للمهندس محمود طاهر في اكثر من قعده مغلقه معايا ان الكابتن فتحي مبروك ابن النادي ولازم يخرج من الباب الكبير، واي امور ماديه لازم تتحل بشكل متحضر. الامور وصلت لفين بقى؟ لا والله طبعا انا اولا يمكن بشكر مجلس اداره النادي الاهلي للمهندس محمود طاهر واعضاء مجلس اداره، ان فعلا هم قرروا في جلسه من جلسات المجلس ان هم فعلا يصرفوا لي مستحقاتي، وانا بشكرهم وكل الشكر والتقدير ليهم. انا احد ابناء النادي الاهلي وطول عمري في خدمه النادي الاهلي، واذا كنت الفتره اللي فاتت كان في عدم توفيق، ولكن مجلس الاداره الحمد لله يمكن زي ما قلت لك خد قرار بصرف المستحقات المتاخره لفتحي مبروك، فكل الشكر والتقدير ليهم. انا بتمنى لمجلس اداره النادي الاهلي في الفتره القادمه ان شاء الله كل توفيق، والفرقه الكوره وسياسه النادي كل توفيق. انا بشكر مجلس اداره النادي اللي لن يا كابتن سيف لن ينظر الى الصغائر اللي كانت بتكتب او بتنتقل ان فتحي مبروك بيهاجم مجلس اداره النادي الاهلي. فتحي مبروك احد ابناء النادي الاهلي، عمره ما جرح في النادي لان ده بيتي، وعمري ما جرحت في اعضاء مجلس اداره، وعمري ما جرح في اي حد من مجلس اداره النادي الاهلي، لان انا بعتز وبنتمي للنادي الاهلي في لاي مجلس اداره ولاي اعضاء. انا الحمد لله طول عمري بحترم نفسي وطول عمري بحترم النادي الاهلي لانه له الفضل كبير على فتحي مبروك. تمام كابتن فتحي، هل ممكن حضرتك نشوفك الفتره الجايه داخل النادي الاهلي في اي قطاع، ولا الامور بالنسبه لك حسمت في مركز المدير الفني؟ لا هي طبعا حسمت يمكن في الفتره الاخيره يمكن حسمت، وانا ان شاء الله يمكن برضه يمكن كابتن سيف برضه انا يمكن بستنى اي فرقه من الممتازه تكلمني ان شاء الله اروح، لان انا مجالي التدريب وانا راجل مدرب محترف، وانا تحت امر النادي في اي حته، يعني تحت امر النادي لو النادي الاهلي طلبني انا تحت امر النادي، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي له فضل كبير على فتحي مبروك ونجوميه فتحي مبروك وكل شيء في حياه فتحي مبروك. النادي الاهلي له فضل كبير عليا. موقف كده كابتن يعني اتخيله، هل النهارده يعني ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي والمدير الفني الجديد، ولكن يعني تعثر مثلا في الاخر باسيرو او حاجه او رحل او هناك مثلا خلاف وطلبك النادي الاهلي من جديد كمدير فني مؤقت، هل المره دي ممكن توافق ولا المره دي ممكن تقول لا؟ لا لا ابدا، عمري ما ارفض طلب للنادي الاهلي. يعني عمري انا قعدت مع المهندس محمود طاهر يمكن بعد عمليه الاقاله وبعد ما الظروف خلاص، وقلت له انا في خدمه النادي الاهلي في اي موقع، في اي موقع بغض النظر اذا كان ان انا خلاص سبت الفريق الاول لعدم التوفيق او الفتره الاخيره، فقلت له في خدمه النادي الاهلي، يعني في خدمه النادي الاهلي في اي موقع، فالنادي الاهلي اذا طلبني انا تحت امر النادي الاهلي طبعا، لان ده بيتي والنادي الاهلي دائما ابنائه دائما بيضحوا ودائما فعلا بيستثمروا الوظيفه او مجال التدريب وبيكبر النجم من خلال النادي الاهلي. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن فتحي، يعني حضرتك شخصيه محترمه الحقيقه وتشرف في اي مكان طبعا ان شاء الله باذن الله. ربنا يا كابتن سيف، وانا متشكر جدا على المداخله دي وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي مره ثانيه. شكرا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كابتن فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الاهلي، هذه هي مبادئ النادي الاهلي وهم دول اولاد النادي الاهلي، وهي دي الطريقه اللي الناس بتتكلم بيها عند الرحيل، والحقيقه زي ما بيقولوا يعني لساني كده طلع خلاص من بقي في الكلام على المبادئ والاصول، الاصول والمبادئ لناس كتير جدا الحقيقه ما بقتش يعني شايفاها او ما بقتش فاهماها، والناس فاهمه ان الصوت العالي والبلطجه هي اللي ممكن تمشي، الادب والذوق والاحترام هو اللي ممكن يمشي. اوعى تفتكر ان الهادي والمؤدب ده يعني كده او الطيب ده بيبقى ضعيف، لا خلي بالك ان الطيب ده بيبقى شخصيه محترمه شخصيه مؤدبه، ولكن التقي شر الحليمه اذا غضب. ويعني نتمنى الناس تفهم ان شاء الله، ونتمنى ان المجتمع الرياضي او الوسط الرياضي كله يحكمه المبادئ والاصول، وحتى معانا احنا
كاعلاميين او كصحفيين تربطنا دايما علاقات ود واحترام زي ما هي دايما الحقيقه موجوده، يعني كان كل احترام لكل الزملاء الاعلاميين وكل الزملاء الصحفيين. عايز اقول لكم برضو بشرة خير الحقيقه بشكل كبير جدا، عدد كبير جدا من الرياضيين موجود ان شاء الله باذن الله في البرلمان القادم لمصر. يعني شفنا الدكتورة صحر الهواري كانت موجودة في المرحلة الأولى، ثم المهندس فرج عامر، ثم المهندس طارق السيد، كل دول دخلوا في المرحلة الأولى. مش عارف، أنا مش عايز الحقيقة أنسى حد أو كنت في حد في دماغي أنا نسيته. كابتن طاهر أبو زيد بالفعل خلاص عضو مجلس شعب في المرحلة الثانية، دكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي عضو مجلس شعب، المستشار مرتضى منصور في دائرته امبارح يكتسح ب 71,000 صوت ولكن دخل الإعادة ولكن داخل متصدر بشارع، ثروة سويلم فأبو حماد يكتسح بشارع وأعتقد 44,000 صوت وكان يعني في احتياج ل2000 أو 3000 صوت، احتفلوا هناك أهل أبو حماد امبارح في الشرقية بالعميد ثروة سويلم، ولكن الحقيقة كانت مفاجأة وهي وجود 100,000 صوت في التصويت، فكان لازم يجيب 50+1 ولكن الفارق بين ثروة سويلم وصاحب مركز تاني كبير جدا، أيضا مع المستشار مرتضى منصور الفارق برضو أيضا كبير جدا. يعني عدد كبير الحقيقة من الرياضيين هيكون موجودين تحت قبة البرلمان. أحمد مرتضى منصور عبر بالفعل من الجولة الأولى وموجود برضو خلاص كعضو مجلس شعب. يعني هو ده الحقيقة إحنا اللي همنا كرياضيين، أن يكون عدد كبير جدا موجود، لجنة الشباب والرياضة يكون فيها عدد كبير من الرياضيين ما موجود، التشريعات القادمة، القوانين، قانون شغب الملاعب، شغل كبير جدا مطلوب الحقيقة الفترة الجاية سواء من مرتضى منصور، طاهر أبو زيد، ثروة سويلم إن شاء الله عدى. أيضا عايز أقول لكم برضو من الرياضيين صلاح حسب الله في دائرة شبرا برضو بيتصدر ويكتسح 17,000 صوت في الجولة الأولى وداخل جولة الإعادة، هو مدير عام نادي الصيد ودكتور في الرياضة وإن شاء الله بإذن الله ينضم برضو المجموعة من الرياضيين. يعني إحنا الحقيقة هنا دايما بنبقى في صف عدد كبير جدا من الرياضيين هم يكونوا موجودين ويخشوا، نتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق، وهو المجتمع الرياضي إن يكون موجود عندك عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب موجود، دي إفادة كبيرة جدا للرياضة وهتسهل كتير جدا على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اللي عامل دور الحقيقة أكتر من رائع، والفترة الجاية هتكون هي الفترة كمان الأصعب، ولكن إن شاء الله بإذن الله طول ما الناس إيديها في إيدين بعض وطول ما الناس عندها نوايا لشغل كتير جدا الأمور هتختلف بشكل كبير. الناس في انتظار عودة الجماهير، عودة الجماهير هو مطلب مهم جدا، ولكن على اتحاد الكرة ان هو يتحرك وبقوة لوضع آليات قوية جدا في نفس التوقيت اللي وزير الشباب والرياضة او البرلمان القادم بيدع قانون او بيعتمد قانون شغب ملاعب او قانون الرياضة، ساعتها نقدر نقول عودة الجماهير، لان انتوا عارفين دلوقتي ان في اشتراطات للنيابة في الملاعب واشتراطات للنيابة مخالفة لاشتراطات الاتحاد الدولي. يعني مثلا هي بتقول لك اعمل سور عالي افصل بين الجمهور عايز يأمن، النهاردة جميع الملاعب بيقول لك لو في مشكلة انزل على طول من تحت في الملعب، فلازم الامور يبقى عندنا آليات، ما ينفعش رجع جمهور زق رجع الجمهور رجع الجمهور، مهم طبعا الجمهور هيفرق كتير جدا في سعر الدوري الممتاز، هيفرق كتير جدا مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي، هيفرق بشكل كبير جدا مع الانديه الجماهيريه ومع الانديه الغير جماهيريه، هيفرق بشكل كبير جدا في حماس الدوري. الجمهور الحقيقه جميع البروفات الماضيه ادى بشكل اكتر من رائع، مباراه الاهلي والزمالك، مباراه منتخب مصر هنا، رابطه مشجعي المنتخب الحقيقه شكل اكتر من رائع، كل الشباب اللي موجودين عصام ويوسف وكله شكل وكل الناس حتى يعني ريعوا، حتى الناس اللي كانت بتفكر قبل الماتش عايزه تعمل وقفه قدام اتحاد الكره وجت في الاخر قالت لا لازم نعدي الماتش ولازم نكون جنب الناس، وبعض الاعلاميين كان برضو ليه وجهات نظر، كريم حسن شحاته، كابتن احمد شوبير برضو كان ليهم وجهه نظر التهدئه قبل ماتش العوده لمصر لماتش تشاد. يعني هذه بقى الامور الحقيقه اللي بنقف عندها وبتفرق، تريكات كده بسيطه اللي هو ايه، انا مثلا ايه ممكن نلاعب بعض، ممكن مثلا كل واحد عايز ان هو يتصدى المشهد يعترض، ولكن حس وطني، حس ان عندي مباراه مهمه عايز اعديها، دي التريكات اللي بتبقى مهمه جدا. جت مباراه مصر وتشاد ناس تطلع تقول لك هو الخواجه ده يا عم ايه الفرحه يعني بتاعت الهدف الاول دي، يعني ما كسبش الارجنتين يعني عمل ايه الراجل، يعني هي ما تحسبش كده، هي تحسب المنتخب المصري خسر 1-0 من تشاد، تشاد فرقه ضعيفه جدا جدا جدا،
كلام مظبوط مليون في المية، ولكن الكرة المصرية وسمعة الكرة المصرية كانت مهددة بشكل كبير جدا، فكان على المنتخب رد الاعتبار، وليس رد الاعتبار انك تكسب واحد ولا اتنين، لازم تكسب نتيجة تقيلة عشان تقول النهاردة ان الفروقات كبيرة جدا بينك وبين فريق زي تشاد. فالنهاردة ان انت اللعيبة بتنزل من اول دقيقة، من اول خمس دقايق بتحط الاول التاني التالت الرابع، مش عايز الراجل يفرح ليه؟ مش عايز تبسط ليه؟ لو خسرت واحد تقول فرقة ضعيفة وكسبتك، لو كسبت أربعة تقول ما ده عادي لازم أكسب. أيوة لازم تكسب، بس إيه المشكلة إنك تفرح؟ إيه المشكلة يكون عندك رد اعتبار وتفرح؟ فين المشكلة؟ بص الجمهور، بص عظمة بقى الجمهور، بص واحد يقول لي أصل ده جمهور منتخب، أصل ده ناس من مطروح، فوق دماغنا من مطروح، من اسكندرية، من مصر، من القاهرة، من كل حتة في مصر. جمهور عمر محترم، جمهور ملتزم، في جمهور الاهلي وفي جمهور الزمالك، في اللي حاطط صوره حسام غالي وفي اللي حاطط صوره حازم امام، يعني قول زي ما تقول. فين المشكله؟ فين المشكله؟ انا مش شايف الحقيقه اي مشكله، انا شايف ان في وضع قانون ووضع اليات مظبوطه، واتحاد الكره يحط اسس مظبوطه، وزير الشباب والرياضه يحط اسس مظبوطه، ما نرجعش الجمهور وخلاص، يكون في اليات قويه جدا والجميع يلتزم والجميع يحترم القانون، ساعتها تعظيم سلام يرجع الجمهور ويبقى كله مية مية. قبل كده اي حد بقى بيطلع كده ينادي اقوله اي كلام وقوله زي ما تقوله كله في الهجايس، عشان الامور تبقى واضحة، لازم الامور تبقى واضحة، لازم يبقى فيه اليات قوية، في كاميرات، كل واحد عارف اللي ليه اللي عليه، كل واحد فيه التزام، ما صدرش النهاردة جمهور للشرطة واقول النهاردة احتقان، لا القصص دي كلها لازم تخلص وتنتهي تنتهي. نروح سريعا كده لبعض اخبارنا. الصفاقس يطلب مواجهة الزمالك وديا، سالم يقود مفاوضات باكيتا مع الزمالك، ارسل المدير الفني المرشح لتولي تدريب فريق الزمالك البرازيلي ماركوس باكيتا تفويضا بالفيديو لوكيل اللاعبين سالم محمد سالم للتفاوض باسمه مع نادي الزمالك. طب نروح نسمع باكيتا كده مع ياسر عاصم بيقول ايه ونرجع لكم تاني. I would like to confirm Mr. Mahmoud and Mr. Salem, Mohamed Salem, for representing me in any contact with the Zamalek club. Thank you. يعني هو الراجل بيقول انا بفوض مستر محمود، مش عارف مين مستر محمود ده او مستر محمد سالم في التفاوض باسمي في اي كونتراكت او اي تفاوض مع نادي الزمالك. البايرن يعتذر عن مواجهه الاهلي وديا، توقفت مفاوضات الاهلي مع فريق بايرن ميونخ الالماني بشان اقامه مباراه وديه بين الناديين لصالح اللاجئين السوريين. عاشور وحجازي يغيبان عن حفل الرعايه، تاكد غياب ثنائي الاهلي حسام عاشور واحمد حجازي عن حضور حفل الشركه الرعايه يوم الخميس المقبل بسبب تواجدهما في مدينه دبي الاماراتيه. عايز اقول لكم ان هناك مفاوضات مع فريق قوي جدا، فريق اوروبي لملاقات المنتخب المصري. محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن والأستاذ هياب طلعت يرعوا الإيفنت، والإيفنت ده هيكون موجود في شرم الشيخ، هو المنتخب المصري الأول، لقاء مع المنتخب المصري الأول ومنتخب أوروبي قوي، وخلال أيام إن شاء الله بإذن الله سينتهي التفاوض وحتكون هذه مفاجأة الموسم. دي بس حتة كده عشان برضو يبقى نقول لكم إيه حتت على طول خاصة وحصرية. جده الصغير يخضع للتحقيق امام لجنه التظلمات غدا، يخضع محمد حمدي جده لاعب الاهلي حاليا والقادم من الاتحاد السكندري هذا الموسم لجلسه استماع غدا امام لجنه التظلمات بالجبلية برئاسه المستشار ضياء الدرجلي. كان جده الصغير قد تظلم على قرار لجنه شؤون اللاعبين بتغريبه 850 الف جنيه لصالح نادي الاتحاد السكندري. معسكر مغلق للمنتخب الوطني 24 يناير، اعلن ايهاب لهيطه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة منسق عام المنتخب الوطني الأول عن إقامة معسكر خلال فترة من 24 ل 28 مع دراسة إقامة معسكر ودي خلال تلك الفترة. أضاف لهيطة أن المحركة القادمة ستشهد التركيز على متابعة اللاعبين المحترفين خارج مصر والدوليين في مسابقة الدوري العام. وكان المهندس هاني أبو ريدة المشرف على المنتخب الوطني اجتمع مع هيكتور كوبر المدير الفني اليوم الثلاثاء لبحث تصورات المرحلة المقبلة. مجهود كبير الحقيقة عامله هاني أبو ريدة ومجهود كبير عامله إيهاب لهيطة بشكل قوي جدا، تركيز كبير جدا مع هيكتور كوبر في كل الحقيقة طلبات الراجل، قافلين كويس جدا بشكل قوي جدا على الإعلام، يعني عاملين حالة تركيز كبيرة داخل المنتخب، الاستاف اللي موجود استاف الحقيقة عالي جدا، تأقلم في فترة قصيرة جدا، نتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق. الجبلية تستطلع رأي المسابقات بشأن معسكر فبراير،
طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وضع تصور حول إمكانية إقامة معسكر للمنتخب الأول خلال شهر فبراير. أعتقد أن الحاج عامر حسين يعني أعطى كده الضوء الأخضر أن هو ممكن أن هو يحل موضوع الأربع أيام بتوع المعسكر القادم. الهلال السوداني يفاوض حسن شحاتة. دخل نادي الهلال السوداني في مفاوضات جادة مع حسن شحاتة المدير الفني السابق للمقاولون والمنتخب الوطني التعاقد معه في الأيام المقبلة. أجرى أشرف الكردان رئيس نادي السوداني اتصال هاتفيا مع وليد سماكة وكيل اللاعبين تحدث فيه عن إمكانية تعاقد النادي مع المعلم وبدوره قام سماكة بنقل الرغبة السودانية إلى الكابتن حسن شحاتة. الناس استغربت والدنيا قامت وما عادتش لما جينا قلنا نادي الزمالك بيفاوض مدير فني اجنبي وطلع احمد مرتضى منصور واكد المعلومه وفي اتجاه في احتمالات لو مصري يبقى الكابتن حسن شحاته والكابتن حلمي طولان. وناس اعترضت ناس يعني اتكلمت ناس قالت هي الناس وصلت ان هي ما عندهاش ثقافه ولا توقع ولا رؤيه لهذه الدرجه. يعني الناس اللي ممكن تطلع تتكلم وتعترض هو النهارده احنا جينا قلنا مثلا في حاله وجود مدير فني مصري مثلا نادي الزمالك تفاوض مثلا مع سيف زاهر مثلا وعلي محمود اي حاجه. احنا بنقول لو في تفاوض مع مدير فني مصري الكابتن حسن شحاته والكابتن حلمي طولان. يعني بنتكلم على اتنين رموز الناس لما تسمع اساميهم تقوم تقف. يعني نادي الزمالك لو مصري خلاص انت رايح هنا خلاص. يعني مش محتاجه حتى يعني مش محتاجه تفكير ولا تعقيب. أجنبي عند حضرتك سيبيهات وهيتحرك مرتضى منصور وأحمد والمجلس وكله هاني زاده والفرقة اللي موجودة وهيجيبوا إن شاء الله سيفي قوي. لا مصري خلاص. يعني كابتن حسن شحاتة كابتن حلمي طولان بنتكلم على اسمين تعظيم سلام. الناس معترضة على إيه؟ الناس مالها إيه المشكلة؟ يا الزمالك هيروح لأجنبي يا هيروح لمصري. بتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق الفترة القادمة. المنتخب الأولمبي يتدرب على النجيل الصناعي 3 مرات يوميا وفيريرا يقترب من تدريب السد القطري. يعني فيريرا برضو مشي بشكل يعني كان أنا كنت شايف إن كان في توقيتات لو كان مختلف كان أفضل بكتير إن هو يمشي فيها. لكن مبدأ إن أنا ألم هدومي واتكل على الله في أي وقت وفي لحظة دي الحقيقة ما بنحبهاش لأن هو في النهاية نادي الزمالك اسم كبير وعمل في الفترة اللي فاتت دي ليه اسم كبير برضو في الوطن العربي. أخذ دوري وكاس مع مجموعة لعيبة قوية ومجموعة لعيبة محترمة وإدارة محترمة جدا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله لأن الزمالك الفترة اللي جاية كل التوفيق. فاصل ونستقبل الكابتن عدلي القيعي دينامو النادي الأهلي وتاريخ داخل النادي الأهلي وحديث عن أسئلة كثيرة جدا داخل النادي الأهلي يجيب عليها الكابتن عدلي القيعي ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم. الحقيقه برضو كنت اتكلمت قبل ما اطلع فاصل وباركت لاعضاء مجلس الشعب اللي نجحوا الجوله الماضيه والجوله الحاليه. ايضا دلوقتي برضو جالي برضو اسامي عدت بالفعل. النائب سامر التلاوي نائب نادي جمهوريه شبين عدى الحقيقه وصاحب قاعده يعني صاحب قاعده شعبيه كبيره جدا هناك. والاستاذ احمد حلمي رئيس نادي اخمين عدى برضو بالفعل ومبارك له. الاستاذ عاصم مرشد رئيس نادي كوم حماده عدى بالفعل من الجوله الاولى. وكابتن سمير موسى رئيس نادي الزرقاء في الاعاده نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. والاستاذ محمود شحاته رئيس نادي صيد المحله برضو في الاعاده. ودكتور محمد الشافعي رئيس نادي بلديه المحله برضو في الاعاده. وكابتن احمد شعراوي نجم محله برضو في الاعاده. اتمنى لهم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. نروح سريعا لضيفي ونجمي النهارده واللي انا بتشرف بوجوده دايما معانا عبر شاشه الحياه دينامو قناه الحياه كابتن عدلي القيعي. شرفنا كابتن النهارده. اهلا كابتن سيف. واولا نبارك للناس اللي نجحت والناس اللي متصوره ان المجلس ده هيبقى سمك لبن تمر هندي وعمالين برضو الخبراء يصدروا لنا مجموعة من القلق الهائل ان ده ما فيش اغلبية وما فيش سياسيين وما فيش وده هيبقى مش عارف ايه. والله ما انت عارف يمكن هو ده يبقى الافضل وده الاحسن ان شاء الله يبقى الافضل. ومين قال ان
فكرة الاستحواذ هي اللحظة المناسبة لمصر النهاردة، يمكن من خلال المجلس ده يفرزولنا قاعدة سياسية جديدة. إذا كانت الناس دي عايزة تشتغل وتحط مصر في قلبها ربنا يوفق. في وجوه جديدة كابتن كتير، وفي برضو عدد كبير من الرياضيين، والمهم ان الناس اختارت، والمهم ان الناس نزلت واختارت. شوف انت مهم. انت امام العالم كله بتستكمل مؤسساتك وده اللي يهمنا. النجاح والفشل دي مسألة لابد ان احنا مسؤولين عنها. اذا كنا شايفين ان احنا، وانا شايف ان في، يعني بقول لك احجام الشباب ده، كميه الشباب اللي نجح في المجلس ده عاليه جدا. الستات والبتاع لا احنا عايزين بقى نتفائل، ونتفائل باصول ونشوف ان يعني مش ممكن هتلغي نائب الخدمات لان هي دي العلاقه اللي بينك وبين الناخب طبعا، لكن في نفس الوقت انت تتحول الى رجل سياسي، واللي ما يعرفش يذاكر يذاكر وهيكتشف قدرات جواه ما هو شايفها، وبعدين يراعي ضميره كده. بلاش بقى ايه كل واحد يفكر انا بعدل التشريع اللي يناسبني ويناسب الحاجه اللي بحبها، لا يشوف مصر محتاجه لايه النهارده صح. عشان العالم يعني ان الاوان بقى يبصوا لنا بصه عادله شويه. كابتن عدلي، نادي الاهلي رايك فيه ايه؟ الاهلي حبيبي. رايي في ايه يعني؟ يعني النادي الاهلي تقصد المشاكل وتقصد طريقه العمل صراحه كده كابتن. مجلس اداره نادي الاهلي ظالم ام مظلوم؟ انا شايف ان هو في كل خطوه بياخدها في 50 اعتراض كده، و50 اعتراض طبيعه كدا. الامور عمرها ما كانت كده داخل الاهلي، لا داخل الاهلي لا لكن خارج النادي الاهلي كانت ولا خارج النادي الاهلي لا يا. يعني افتكر بس المجلس اللي فات ده، لا المجلس اللي فات يا كابتن كان عنده رجالته، لكن كان بيتقال عليه ايه؟ ده احنا قعدنا سنه الاخرانيه دي يا راجل ما طلعوش حاجه صح. ده كان في ناس وصلت من ولاد النادي الاهلي تطلع على الشاشات تقول لك يعني ايه بطولات يا كابتن؟ انت حضرتك شبعنا بطولات صور لما انت اقليه يا كابتن، وحضرتك بتتكلم والمجلس بيفنش. يعني طبعا رموز ونجوم كابتن حسن حمدي تعظيم سلام، كابتن محمود الخطيب طبعا انجاز وتاريخ كبير داخل النادي الاهلي، ولكن حضرتك بتتكلم في نهايه مده، لكن حضرتك المده الطويله جدا في وجود الكابتن حسن او كابتن محمود الخطيب او الاسامي دي، كان في سور محصن للنادي الاهلي، كان في حمى من الاعلام، كان عندهم رجالتهم، كان عندهم الناس اللي بيرد. الكلام ده مش صح. حكايه الاعلام الاحمر والمش عارف ايه والرجال اللي بالصوت، كانش في احمر؟ لا 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 خالص خالص. العشر سنوات الاخرانيين لا يوجد حاجه اسمها اعلام احمر، ولكن يوجد منهج اعلامي داخل النادي الاهلي ادى الى انضباط اعلامي كان بيصدر الصوره اللي هو تخدمه وتخدم تاريخ النادي الاهلي. المنهج ده مش موجود. لكن قول لي في كل مؤسسه، عد عدد الاهلاويه في كل مؤسسه عبر العشر سنين اللي فاتوا وقول لي مين، عدهم لي على اصابع اليدين. مين الاهلاويه؟ كتير لكن جدا يا كابتن. لا عدهم لي كابتن ازاي؟ انا قلت لحازم امام هذا الكلام وفوجئ زيك كده واخد بال حضرتك؟ لكن لما انت تكون انت انسان قافل على نفسك ومنضبط الناس مش هتعرف غير اللي انت عايز تطلعه. فاللي انت بتصدره بطريقه موضوعيه، بتصدره بطريقه تخدم قضيتك. فالناس هقول لك حاجه، الاهلي لما يكسب الاعلام الابيض والاعلام الاحمر والاعلام الاصفر هيعمل ايه؟ هيقولوا برافو تمام، وغالبا يشيدوا بدور الاداره كويس، لان عبر السنوات الماضيه في ثوابت يا كابتن. في ثوابت لا، وعبر السنوات الماضيه مش عبر في معظم الاحوال الاهلي ما هواش عنده افضل لعيبه في مصر. يمكن كان في انديه بيبقى عندها لعيبه احسن، لكن كان عنده احسن مناخ واحسن لعيبه كابتن. في لعيبه كويسه ما احنا مش بنقول بس الزمالك حط في التوازن الاهلي فرض الزمالك كان عنده لعيبه يعني التاريخ يتوقف امامها واخد بال حضرتك؟ يعني ما يبقى في جيل واحد في عمرو زكي وفي شيكابالا وفي جمال حمزه وفي محمود فتح الله وفي هتجد زخم من اللعيبه لا يقل. وفي السبعينات نفس القصه كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق وجعفر، كابتن مش عايز انسى اسماء، لكن العمليه دايما. ولذلك طلعت مقوله
الفانيلا الحمراء وروح الفانيلا الحمراء وسر الفانيلا الحمراء السر كان في حاجة واحدة بس ان مبادئ النادي الاهلي. الكلمة دي بتضايق ناس كتير ومن كتر ما بتقالت بقى الواحد يعني عايز ثواب. انا هسميها ثوابت النادي الاهلي. لا ده هي مبادئ النادي الاهلي يا كابتن. ما هو شوف لما النادي الاهلي يعلي قيمة المبدا على النتيجة يوم ربنا يكرمه بالمبدا والنتيجة طبعا طبعا هتفضل هنزيد على دي. ولذلك اللي كان يخضني مش ان فرقة الاهلي تتوعك او تخسر، دي اسهل عملية في الدنيا ان مبادئ النادي الاهلي تهتز، انك ثوابتك تتغير واللي انت ورثته ما تحتفظش بيه عشان تورثه. لان هو ده اللي كان خلق. هي الثوابت دي ابتدت تتغير يا كابتن. المناخ العام دلوقتي يعني عايز اقول لك حاجه اتفضل من غير ما حد يفهمني غلط. انا مجلس الاداره السابق والحالي وكلهم محدش له يعني جميل على دماغي عشان اقول انا مع فلان وضد فلان. انا مع النادي الاهلي واخد بالك. واذا كنت انا في يوم من الايام دخلت النادي الاهلي دخلته لاني كنت مركز قوي في مصلحه الاهلي وكنت مركز قوي. ليه يا كابتن دايما بتعترض على الجمله دي؟ يعني بتعترض ان مثلا كابتن عادل القيعي من رجال مثلا الكابتن صالح سليم او لا من رجال الكابتن؟ لا لا انا مش من رجال حد. لان انا عادل دي... لان انا عادل القيعي. انا مش من رجال حد. انا رجل النادي الاهلي. لكن احط صالح سليم مثل اعلى طبعا. واخد بالك. فلما يجي فكر يتوافق مع فكر هذا العظيم الأستاذ المعلم الملهم الذي لم يكن يحاضر ولكن كان يتصرف صح قدامك فتقلده. لا أثر في حياته غيرها. طب وكابتن حسن؟ كابتن حسن رجل عظيم جدا، رجل من أعظم الإداريين، رجل أحب النادي الأهلي بكل إخلاص. ولكن برضو أنا مش رجل حسن حمدي لأن كان ليا بعض الاعتراضات على سياسة أحيانا. بس كابتن صالح كنت بنقولها في أوض محدش بيسمعها والراجل كان بيتنازل. طب مش كابتن حسن كان انا بس عايز اقول لك حاجه لان الناس مش فاهماها. اتفضل. الكابتن صالح كان يتنازل عن رايه وكان ديمقراطي وكان يستمع. ولك ديمقراطي في الحوار ديكتاتوري في القرار. ايوه في التنفيذ. ايوه يقول لك خد بقى القرار اوعى تغيره. طب الكابتن حسن مش تلميذ نجيب للكابتن صالح الله يرحمه؟ لا كابتن حسن شخصيه مستقله ولكن ايضا قيمه الداخليه وشخصيته تتوافق مع الكابتن صالح، هما متشابهين في حاجات واخد بالك. لكن كل بطريقته. ياما الكابتن صالح وكابتن حسن اختلفوا والله العظيم ثلاثه. الكابتن صالح كان يتنازل للكابتن حسن في احيان كثيره جدا عن رايه. ولما كنت اطلبه وانا مدير نادي ولا مدير تسويق في لندن مثلا واقول له الموضوع الفلاني يقول لي حسن رايه ايه؟ اقول له كذا كذا كذا، قال يفكر شويه كده يقول له طب اسمع قول له صالح بس بيقول لك خلي بالك من كذا واللي يقول لك عليه اعمله. يعني مش الكابتن حسن استمر على مبادئ الكابتن صالح ولا استمر طبعا استمر بس بطريقة تانية مدرسة تانية. ما هو انت يعني هتقول لي طريقة تانية ايه؟ الوقت بتاع كابتن حسن مختلف عن الوقت بتاع كابتن صالح طبعا. كل وقت وليه اداء. احنا كنا في 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 حالة رومانسية عالية جدا في الوقت بتاع كابتن صالح. ما مش اهلي 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 وبس، كل الناس يعني كنا نخش 17 واحد عايزين مننا 10. ال 17 بيساعدوا بعض بلا غيرة ولا حقد ولا غل. ولذلك المجلس كان يبقى كده. مع الكابتن حسن حصل بقى غيرة وحقد؟ بدأت المسائل الشخصية شوية. ده عايز ياخد منصب. الخلاف الوحيد اللي أنا ما كنتش موافق عليه والحقيقة أنا قلتها مرة بشكل عابر وما أصرتش عليه مع الكابتن حسن لأن أنا برضو من الناس الذي يعطي الناس خضراه. أنا ما نشعده لو أنا عيده مجلس ده كنت هقاتل في هذا الفكر اللي هقوله لك دلوقتي. ولكن عندما أكون أنا راجل بشتغل في مهمة تنفيذية بقى رئيس النادي له علي حق أن أنبه ولا ألح لأن هو في الآخر قراره. وكان كابتن حسن كثيرا خلاص قلته طب إحنا هنعمل كذا أنت حر. الشيء الوحيد الخلاف الجذري في أسلوب أداء الكابتن صالح وكابتن حسن أن الكابتن صالح كان يرى أن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ما هو إلا عضو نادي لا يدير ولكن يتحول إلى مسؤول داخل حجرة مجلس الإدارة فقط. طب ما دي مدرسة كابتن حسن. لا هقول لك ليه لا. دي مفاجأة بالنسبة لي. ما أنا هقول لك ليه لا، مش عشان هو تعمد إنه غير حاجة. واخد بالك. ممنوع إنك تاخد تترأس لجنة. كان لازم اللجان تبقى من خارج المجلس برئاستها.
هذا كان يخلق كوادر ولا يخلق شلالية، كانش يعمل شلالية. عاده مجلس إدارة خلاص أصبح هو اللي فوق اللي بيرسم السياسة ويراقب التنفيذ. وعندك إدارة نادي واخدة كل الصلاحيات، كل الصلاحيات. يعني كابتن صالح يجي له حد يشاور له على عدل القيع لما كنت موجود معاه. كلمنيش أهو هناك أهو اللي هيرد عليك. ممنوع تتصل بموظف لست مراقب. لن تعودوا كنت عضو مجلس إدارة يعني. عضو مجلس إدارة ممنوع يتصل بولي أمر. ممنوع يكلم لعيب. ممنوع يكلم مدرب. مش يتكلم، يكلم إنه هو يتكلم في إيه؟ يتكلم في 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 الناحية المهنية. لكن أهلا يا فلان إزيك يا علان طبعا لا دي ده مش ممكن هتصدر دي. إنما إنك تقعد عشان تشوف مشكلة في لعبة أو تشوف مشكلة لموظف أو تحل مشكلة لولي أمر أو تتدخل في حاجة، لا ده ما كانش موجود عند كابتن حسن لما جيت كابتن حسن. بقت اللجان برئاسة أعضاء مجلس الإدارة. ما ده تغيير ولا مش تغيير؟ تغيير طبعا. عندما ينزل المستوى التشريعي إلى المستوى التنفيذي تبدأ بعض المظاهر اللي انت كل عضو مجلس إدارة ياخد حتة وياخد مكان تبقى بتاعته ويجامل فيها وتنهار. مش حتى لو ما جاملش، حتى لو مجلس إدارة كابتن فينيه بس خلاص انت قولها بطريقتك وانا اقولها بطريقتك. انما انما يعني بتعمل ايه بقى؟ طلعنا من المدرسه دي يعني. بتعمل ايه بقى كابتن سيد؟ بتجامل طبعا. وده على فكره جزء من مشكله مجلس اداره اتحاد الكوره. الاشراف على الفريق مش عارف ايه الكلام ده كله. عمل اولا خلى مجلس الاداره اصبح مسؤول وش كده قدام الجماهير لما يحصل فشل. كناحيه تنفيذيه طبعا. انما انت لو فضلت فوق كده بتبص لفوق مع احترامي طبعا للمجهود اللي عمله الكابتن عصام عبد الفتاح. الله ما ينفعش تبقى رئيس لجنه، انما ينفع تراقبها جوه المجلس صح. مش تروح تكلمهم صح. ما ينفعش انك تطلع لي في استوديو تحليل اطلاقا كده. غلط يا كابتن انت. ما شوف انا بقول كده ما ينفعش. مش انت لا لا انا عارف. انا بتكلم على الراجل. انا عارف على عصام، مع كابتن عصام بيطلع معانا فعشان كده بهزر بقول على كده غلط. لا غلط. انا رايي كده. انا رايي ده كابتن محمد حسام رحمه الله عليه كان بيعلق على الماتشات وهو حكى. هو في كده في الدنيا؟ الله يرحمه. واخد بالك؟ مش عشان ده كويس ولا وحش، هو انسان كويس طبعًا. لكن انا بتكلم على الصح. الصح عندما تكون رجل ترسم سياسات مالكش دعوه بالعمل التنفيذي. عمل التنفيذي تجيبه وتفاوض الصلاحيات وتراقب بمتصة رامة. يعني انت تعبت في مجلس كابتن حسن يا كابتن علي؟ ما تعبتش. مش تعبت انا الحمد لله، كان ربنا رزقني دماغي وعارف حدودي. لا تعبت يعني برضو ما انت بتيجي الكيمياء زي ما حضرتك قلت كده كابتن صالح. انا النهارده ليا كل الصلاحيات. ما احنا اشتغلنا مثلا في انديه وكان معانا مديرين لهم كل الصلاحيات. بيبقى مستريح بيسوق. لكن النهارده لو المجلس النهارده طبعا المجلس النهارده نزل وكل واحد اخذ حته، وفي النهارده مجامله في قطاع السباحه في قطاع الجودو في قطاع التنس. انا علشان طبيعه عملي في المجلس بتاع الكابتن حسن ما كنتش مدير نادي بقى. واخد بالك؟ انا جاي مدير تسويق واستثمار. اوكي. على فكره مش تعاقدات. الناس بتختزل التعاقد. كل شغلي في النادي الاهلي في التعاقدات اللي هي كانت 20% من شغلي. كويس، لان هي اشهر حاجه اللعيبه. لكن لا، انا كان ليا شغلي العلامه التجاريه، تسويق العلامه التجاريه، تسجيل الملكيه الفكريه والعلامه التجاريه. ازاي نخلق مجالات لل كابتن عدلي فعلا في التعاقدات دخل معاك كابتن محمود الخطيب والحاج محمد عبد الوهاب في توقيت؟ لا، الكابتن الخطيب بصفته عضو مجلس اداره. حضرتك لسه بتقول دلوقتي ان كانت المدارس المفصوله. لا لا، ده لجنه. ده لجنه كره. لجنة كرة. ده انا بقعد معاها بتفق معاها اللعيب الفلاني خلاص. انا بقول من عندي ترشيحات، هم عندهم ترشيحات وبيجي لهم من ناس تانية. لكن حضرتك اللي بتروح تخلص يعني. انا اكلف بترسم لي الميزانيه اللي اشتغل بيها واحاول اجيب اقل. دخل مع حضرتك حاج محمد في توقيتات؟ الحاج محمد متطوعا ومشكورا. الراجل بيحب الحكايه دي، والراجل طول عمره بيحب ان هو قد في بعض الاحيان. انا كنت مره واحده طلبت منه يوم كابتن شريف عبد الفضيل، لان في اللحظات الاخيره الامور اتغيرت وقدرت ان انا يعني اصل الى ان هو يعني هيجي من الاسماعيليه وانا هاجي من طريق سقاره. فكنت عايز مكان بالليل الساعه 11 بالليل في فاكسات وفي امكانيات. المهندس محمد عبد الوهاب طلبته وقال لي مكتبي تحت امرك. وخلصنا الفجر، ودي كانت ليله انتخابات النادي الاهلي. يعني طلعنا الساعه 7 الصبح على النادي الاهلي عشان نخلص بقيه الورق. فدي انا مطلوبه. كان الراجل بيجي بس هو ساعات كان بيساعد، متوسم انه يقدر يساعد بعلاقات بقى بانه قريب من ده قريب من ده. انا ضد ان تتفرع الامور.
هجيبها لك على بلاط. كويس؟ يعني انت كنت ضد ان هو يساعد؟ مش ضد انه ده محمد عبد الوهاب تحديدا. لا اي حد يعني. عندما تكلف الكابتن سيف بمسؤوليه لازم هو يبقى ابعد عنه. ليه؟ لان انا كلاعب لو حسيت ان في اتنين بيكلموني ابو قرش هيبقى قرشين على طول كده. لكن انا لما اكون انا راجل برسم مثلا خطه عشان اتعاون مع او تعاقد مع فلان الفلاني، عارف لحد المرحله دي انا هعمل ايه، بعد المرحله دي هروح لمين، ابتدي اروح بقى للكابتن خطيب او كابتن حسن. كابتن حسن غالبا كان يقول لي شوف الخطيب. فكنا بنروح البيت يعني بعد ما خلصنا كل الملامح فضل شويه رتوش، فكابتن خطيب يستقبلنا الراجل ويعني بتنتهي الامور عنده. في صفقات مره عربت ودخل الكابتن خطيب خلصها كابتن؟ مش عربت يعني، في التجديد بتاع كابتن بركات تحديدا كان ليا حدود. والحدود دي كانت في لحظه الحقيقه ممكن تزعل لعيبه الاهلي، بس هي دي الامكانات يعني. كان عندي مثلا اللعيب الكبير قوي بياخد مليون ومليون و200 امال ايه. فلما سمعوا بقى الكابتن عمرو زكي وكابتن ميدو 5 و6 مليون جنيه فجه ميعاد التجديد، طب هتقعد تقول له كام ده؟ قلت له كام يا كابتن؟ 1,800,000. فزعل مني يعني، مش زعل مني يعني، بص لي كده باراكوتا مش بتاع كده، هو مش بتاع كده، انا ما عنديش ما اقدرش انا يعني ما اقدرش اكتر من كده. لان ما انت ممكن تقول لي اديني 5 اقول لك عينيا، بس هتشوف منهم ايه. الفكره احنا تعودنا اللي ننطقه هنلتزم بيه. فانا شايف الميزانيه اللي عندنا وشايف طريقه الكاش فلو، شايف كل حاجه، عشان اللعيب معاه كارثه كده بيحطه في المكنه بتنزل له الفلوس. ما فيش حد بيتدخل ولا مليم يتاخر. فده كان الكلام اللي اللجنه فوضتني فيه. كان عنده مشكله تانيه انه عايز يشتغل في الاعلام، مش بتاعتي دي بقى. هو لما راح للكابتن الخطيب خلصه، وقال الكابتن الخطيب اقنعه، ربما اداله اللي هو قرب شويه المفاهيم. وعلى فكره محدش خد يعني اللي كان مثلا شايف غيره بياخد 5 مليون بره ممكن يقبل ب2.5 مليون. طبعا طبعا طبعا. ليه يا كابتن؟ خلاص بقى في علاقه بين النجاح والاهلي وبين وجوده النادي الاهلي، وعارف ان انا النهارده ممكن ما اديكش اعلى عقد لكن اعمل لك اعلى دخل. فرق بالاتنين كبير طبعا. ازاي؟ اجيب لك اعلانات، مكافئات، وديك مكافئات من البطولات اللي انت بتاخدها. اعمل لك لائحه دسمه، يبقى كل ما تكسب تاخد. لان انت وانت بتكسب انا بكسب فلوس معاك. لو كنت حضرتك موجود دلوقتي كنت هتوافق على الارقام الموجوده دلوقتي؟ دي برضو يعني انا بتكلم كابتن عدلي يعني. طب ممكن استاذنك عشان دي ما طلع هكلمك فيها. اتفضل. لان انا برضو مستغرب جدا جدا مستغرب جدا جدا في بعض الامور. من الارقام؟ مش من الارقام، من 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 الطريقه ومن الحاله. يعني انا مشفق على هذا المجلس انه اتورط في بعض الامور مش عارف مين سببها. وهو جزء من 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 نصيحتي للمجلس انه يدرس الامور، يوصل مين المتسبب ويعلن. تقصد حضرتك جد وشريف عبد الفضيل؟ جد وشريف عبد الفضيل وايبي وهدريك. ما في مين يقول ان انا اقعد اتفاوض مع لعيب واتحايل عليه واضغط عليه عشان اول ما يمضي لي بعد تاني اسبوع اقول له متشكر عشان ابتدي اخش في قضاه تعويض. ازاي ده؟ صح. كابتن سيف انا مش بجنبل الكلام. لا صح يا كابتن. ولا اريد ان اكون راجل عايز اعمل مشكله، انا بوضح. لان انت سالتني سؤال مهم جدا، قلت لي المجلس ده ظالم ام مظلوم؟ هنا مظلوم. ليه؟ مين 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 السبب؟ مين اللي في ايده الليله؟ انا ما اعرفش، انت ما تسالنيش. انا بطرح حاله. انت عارف كل حاجه يا كابتن. انا بقول لك فدي المجلس بيتحمل مسؤوليه خطيره جدا. بيتحمل غصب عنه هيتحملها. هو مين لو طلع فيه شويه تعويضات بعشرات الملايين مين المسؤول انه ينفذها؟ مجلس إدارة. اذا هتحملها ولا مش هتحملها؟ لكن ما كانش هو صاحب القرار. دي قصه داخليه يبحثوها مع بعض، لكن لازم تبحث ويتحدد المسؤول. لو حضرتك موجود هتجيب ايفونا وجون انتوي بالارقام دي؟ ما يعني برضو هو في ملابسات كتير. يمكن جون انتوي المساله كانت سهله، كان مبلغ مطلوب وهم حسبوها، قال لك ان اللاعب المصري دلوقتي بيتحرك ما بين 5 ل 8 مليون، فلما ادفع فيه مليون دولار
يبقى ده في في اطار فولنا. هو اللي انا لحد النهارده ما اعرفش دفع فيه كام، لكن الاحداث والتداعيات اللي تم التفاوض خلالها مع ايفونا ادت الى ان الرقم يبقى مش يعني يمكن تضاعف. يمكن ايفونا لا في ظروف طبيعيه ما فيهاش المزاد اللي اتعمل والصراع وهيثم قاعد هناك في في تونس عمال ولا في المغرب عمال بيتفاوض وفي ناس بتتفاوض، الزمالك من هنا بيضغط بيضغط. يعني العمليه ادت الى انك انت بقيت في مزاد، ما بقتش فيه رايح تعرض مبلغ وتاخد لعيب. بس انت دخلت مزادات كتير يا كابتن عدلي. نعم دخلت مزادات كتير انا طبعا. بس ده مالي وانت بتخش بتبقى حازل خطوره المزاد يا كابتن سيف، انه يجرك من غير ما تحس. يعني ساعات كتير جدا تخش في المزاد تا 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 وفي لحظه الانتصار ساعه مرسى عليك تقول لي انا هرسق ده انا عملت ايه. لكن انت لما تكون من الاول حاطط الضوابط انا اكتر من كده يبقى انا راجل انا غير متوازن في عمليه. شايف حضرتك ان ايفونا ان الناس كانت لازم تكمل ولا كانت لازم تقف في توقيت معين؟ شوف ايفونا جه في ظرف ما كانش يقدر النادي الاهلي يتراجع. ليه؟ لان في خلفيه الصفقات اللي دارت اول مجلس ما نجح ومعظمها راح منه. ما كانش النادي الاهلي ولا المجلس ده وهنا كان بيشتغل تحت ضغط الحقيقه انا اعذرهم جدا يتحمل انه يخش في لعيب ما ياخدوش. كان علي ان يسترد هذه الهيبه، الاهلي لما يقول انا عايز يخلص. ودي كانت مهمه يمكن اكتر من القيمه الفنيه. ان جمهورك بقى بدا محبط حتى لو هتدفع قيمه فنيه عاليه. خلينا حته حته انا هفسرها لك يعني. ماشي. جمهورك بدا محبط. قال له هو انت من امتى بتخسر الصفقات وانت بتاع كده؟ كان لازم تعمل حاجه. فكانت صفقه مؤمن مهمه جدا جدا. كانت صفقه ايفونا مهمه جدا جدا لانها خدتها من خلال منافسه مع المنافس اللي هو خد منك كل الصفقات او معظم الصفقات قبل كده. فدي كانت ارض يجب ان تستردها مهما كانت التكلفه. ده انا بفكر بالنيابه عن المجلس. ايفونا صفقه فنيه الناس كلها بتقول انه عاليه جدا. نتمنى. هو ايه الغالي وايه الرخيص؟ لو انا اشتريت القلم ده بجنيه وجيت اكتب ما كتبش يبقى غالي جدا. لو ادى في الملعب هيبقى ثمنه فيه. لو القلم ده قعد معايا 20 سنه وانا دفعت فيه 1000 جنيه يبقى رخيص جدا. صح ولا غلط؟ صح. اذا الصفقه الغاليه هي اللي التي لا تنتج معك مهما كان ثمنها. الصفقه الرخيصه اللي تساهم في احراز البطولات، لان احراز البطولات يعني فلوس. صح. بيخش لك فلوس. وانت دايما في حسبتي يعني انا كانت حسبتي من اول يوم لما الكابتن صالح قال لي تعالى امسك مدير نادي. قلت له احنا راس مالنا ايه يا كابتن؟ فبص لي كده قلت له جمهورنا. لان كل العالم بيحسب القيمه التسويقيه والقيمه بتاعت اسمه والقيمه التجاريه بتاعته بير هيد. يعني لما الاهلي يلعب كم واحد يتفرج عليه؟ يبقى يساوي كذا. فعلينا ان احنا بطولاته وقوه مشاهدته. وفي حاجات تانية، ده في حاجه اخطر من البطولات واخطر، وهي دي بقى المشكله النهارده. البراود، الزهو، الفخر. ما ده بيجي من البطولات. جمهورك مش بس من البطولات. تخيل بقى جمهورك كان يفخر بك لما يلاقيك بتاخد موقف محدش غيرك بيفكر فيه ومحدش غيرك بياخده. ويثبت انك على حق. ويثبت ان انت عندك القوه انك تتجاوز هذا الموقف. طريقه علاجك لازماتك، طريقه لما يجي رحمه الله عليه الاستاذ ناصر سليم يقول لك الاهلي ده كهنوت لا يمكن اختراقه. لا يمكن اختراقه، ده كان جزء من قوتك. لكن في خلافات، طبعا في خلافات. والمجلس ده في خلافات، واللي قبليه في خلافات، والكابتن صالح كان فيه خلافات في وجهات النظر. لكن كانت القوط جوه سخنه كده برضه يا كابتن؟ احيانا بتبقى سخنه جدا. امال طب ليه ما كانش بيطلع ايامها وبيطلع دلوقتي؟ الانضباط، الحفاظ على ثوابت النادي الاهلي. كان في متحدث رسمي واحد من 92 ل 96 ما حدش بيكلم غير المتحدث اللي هو انا كنت انا. بس في حته كابتن عايز اسال حضرتك عليها برضه. كابتن حسن حمدي كان بيعمل قائمه بتعدي بالكامل. ولكن الا حته
الا حته في الاخر ولكن دايما كان ليه سيطره كبيره جدا، لانه يعني هو ماشي مع المدرسه. ما انا هحكي لحضرتك وجهه نظري. يعني انا رحت مره مندوب لنادي الصيد في انتخابات اتحاد التنس، وكان معايا زميل مندوب النادي الاهلي عضو مجلس اداره محمد الغزاوي برضه في اتحاد التنس، وكنا رايحين بننتخب، وكانت الاستماره يعني كانت انت حضرتك هتروح هتاخد استماره وعلم هناك وعلم. اخذ الورقه من الكابتن حسن حمدي مطبقها في ظرف مقفوله حطيتها في جيبه، راح فتح الورقه يعني نساله الاهلي صوته لمين مش عارف، لحد ما فتح الورقه قرا علم قطع الورقه مش. فكان الكابتن حسن حمدي يعني سيطره كبيره جدا على المجموعه اللي موجوده تاكيد. لجنه الكوره امورها بتخش في ظرف كده المجلس الاداره بتعتمد، الامور بتمشي بسريه كامله، مفيش حد يقدر يخرج بره القطر لاسباب التزام ومبادئ نادي الاهلي. وان الكابتن حسن حمدي كان سبب كبير جدا برضو ان هو نجح وهينجح عشان الامور تبقى برضو واضحه. لا 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 دي هنشرحها. طيب ماشي بس يخلص خلص ماشي. المهندس محمود طاهر دلوقتي عمل قائمه ومجموعه شخصيات نجح ولا شخصيات ما نجحش، ما انا جاي اهو، شخصيات محترمه، شخصيات كبيره ورجال اعمال ومجموعه من السنين ومجموعه من الرياضيين ومجموعه محترمه جدا، ولكن هو برضو الراجل نجحهم ببرضو وكان معاه مجموعه كبيره جدا من النادي الاهلي كانت عايزه التغيير. ليه هنا كان في التزام شديد جدا وهنا الامور متلخبطه حتى لو هنا في خلاف داخل غرف المعلقه؟ هقول لك بقى الكلمه اللي هي ايه، مربط الفرس قول يا كابتن، واللي ربما تكون مزعله حد مني. الاهلي مخترق بس، ولما قلت كده المهندس محمود طاهر ربما يكون ما اسعدتوش بالكلمه دي عندما كان هناك، يعني انا كنت مرحب جدا ومن قلبي والله وبمنتهى. يعني ايه الاهلي مخترق؟ مخترق اعلاميا، امال ايه يعني؟ ايه مش عارف. هو انت لما تقعد تقرا الحاجات دي اللي بتحصل دلوقتي ولا يوجد سريه ولا يوجد ما انا ما بقتش عارف صح ولا غلط، والله ما بقيت عارف. يا صح الخبر يعني اللي بيطلع انا ما بقتش عارف. يعني ما هو يعني ما اي معلومه تيجي بقت خلاص بقت اجتهاد على المشاعر. يعني انا لا مش اجتهاد، لانك بتلاقي الشيء ونقيده من داخل النادي الاهلي بيطلع الشيء ونقيده. يعني ايام ما طلع المدربين طلع ناس قال لك باشيرو لا، وناس مسؤوله وطلع ناس قال لك جوسي لا، وطلع واحد قال لك كل الاسماء مطروحه بما فيها فلان وفلان وفلان وفلان، واخد بالك؟ طب دي جايه من ايه؟ عدم الالتزام بالثوابت. هناك متحدث رسمي فليكن مدير النادي يبقى بياخد الكلام اللي عايزينه يوصل للاعلام بطريقته يعني انا كنت اراجع المجلس بعد جلسه مجلس الاداره هعلن واحد اثنين ثلاثه وهقول واحد اثنين ثلاثه بكل امر. اربعه دي ناجلها؟ اجلها خلاص. ينزل المجلس بعد الجلسة. كنت حد في الحديثة جدا أبدا، كان علاقة جدا أبدا دي عكس بعض. ها؟ جدا أبدا عكس بعض. لا 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 يعني أبدا جدا واخد بالك بالمرة لا يمكن تبقى عنيف والناس تحبك. حضرتك متفق مع الأستاذ محمود علام في إيه؟ مدير عام النادي في بعض التصريحات. لا لا أنا رحت قلت له محمود اوعى تطلع تقول، يعني انا علاقتي بمحمود قديمه جدا جدا ويسمح لي اقول محمود صديقي، يعني كان طول عمره هو ولد او بني ادم من المع شخصيه محترمه الحقيقه. لا من المع انا انا الدماغ ذكي جدا جدا جدا، بس تصريحاته كانت عنيفه جدا. اما ده اللي انا واخده عليه بقى وده اللي قلته له. قلت له يا محمود انت حضرتك عارف على ايه؟ لما هيثم فاروق يمشي ويقول لك ما انا عندي اثنين، هيثم عرابي يمشي ويطلع يقول لك عندي اثنين مديرين، انا قلت له كده، انا رحت له مخصوص محمود مش كده. وبعدين محمود احنا مش رجال اعمال، ما احنا كنا مديرين نوادي، ما احنا موظفين، يعني ما تديش فرصه التلاسن انك لما حد انت تقول حاجه على حد نرد عليك. ما هنا يبتدي الايه الموضوع يبقى بيمس الهيبه وبيمس انك انت في 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 في, في دي ليه تجرح واحد؟ خلاص مش يعني رأي حضرتك ان مشكله الاهلي في المنظومه الاعلاميه هي ابتدت كده بس النهارده. بص كان كل المجلس ده من 3 اشهر لو سالته يقول لك انا بتعرض لمؤامره خارجيه. كله كان تحت وطئه هذا الشعور. وكان بيتعرض فعلا؟ هو بيتعرض لايه بقى؟ لما انت تكسب في الكوره حد بيقدر ينتقدك؟ لا. طب لو حد عايز يقدر ينتقدك حد بيعبره؟ لا. ها؟
يبقى العبره كانت كوره. النتيجه ساعدت يعني. العبره كانت كوره. انت ابتديت خسرت صفقات ما كانتش دي جديده، كانت جديده على النادي الاهلي في اول الموسم، لان المجلس برضو كان معذور ما عندوش سيوله. فكنا بنخلص اللعيب ومش عارفين نخلص النادي بتاعه. او الاولويات بتاعت المجلس كان جاي شايف طول الانتخابات الناس بتنتقد الخدمات، فقال لك انا الاول الاعضاء المحترمين اللي نجحوني بالكامل بهذا الاكتساح لهم دين عندي، حط اولويه انه يصلح النادي الاول. اعتمادا على ان عنده فريق بيكسب يكسب. هو الفريق كان بيكسب صح، لا الدنيا ما مشيتش كده. فخسر صفقات. خلال بقى الست شهور دول كان لي الاهلي كان له 65 مليون جنيه بره تحصيلات، وكان مضغوط على النادي الاهلي انه ما بياخدهمش. نجح هذا المجلس في ايه تحصيلهم. كان عليه مديونيات حاجة 40 مليون جنيه، واستطاع أن يضيف إليها من عندياته وطريقة تفكيره وتنمية الموارد ومبالغ طائلة أخرى، فأصبحت المادة في إيده. فحط الأولوية المنطقية اللي هي بتاعت تنمية فريق الكرة حطها في المقدمة، فنجح نجاحا مبهرا منذ أكثر من شهر ونص. هو في فعلا انقسام الدكتور أحمد سعيد والمهندس محمود طاهر ولا ده إشاعات؟ ما هو شوف انت ما ظاهر انقسام ايه لما الناس بتبتدي تتكلم عليه. لما انت بتبقى عامل كده كويس خلاص، حتى اللي بيقول انقسام تبص تلاقي اتنين تلاتة بيرددوه محدش بيكمل وراهم. يعني فيه ولا مفيش يا كابتن؟ طب انا هسألك سؤال. اتفضل. المهندس محمود طاهر مستقيل ولا مش مستقيل؟ مش مستقيل. بس هو قال ايه؟ ما قالش هنستقيل. ها؟ ما قالش. ما قالش لمين؟ ده كل المجلس قال لك استقالت المهندس محمود طاهر. اللي هو لكن اللي لم يكتب قالها للمجلس. هو قالها للمجلس وصدرت من الداخل. صدرت من المجلس من الداخل من الناس اللي كانت بتتابع يوميها مجلس الاداره، وشافت المنظر انه خارج زعلان وبعدين رجع وبعدين خرج. وانا كنت ضد فعلا انه هو يعلن استقالته ويمشي، لان المسؤوليات تقتضي انك بتواجه وتحل الازمه وتلم. يعني معنى كلام حضرتك ان هو في لم الناس، لم الناس تاني حتى لو حصل شيء كبير جوه المجلس ما تحسسش الناس ان في شيء كبير. انت في بيتك تخانق مع يعني لا قدر الله مع ابنك مع زوجتك مع بنتك في البيت بمنتهى القوى العنف، لكن لما تنزل في بير السلم لا الجيران يسمعوا لك صوت ويبقى الباب يتنطر يقف لما يشوفك انت ولا ابنك ويبقى كل الناس عارفه ان انت الراجل المحترم جدا اللي مسيطر. فانا كنت ضد فكره ان المهندس محمود طاهر يسيب الدنيا تقعد تتكلم على استقالته دون ان يصرح بشيء. طب ليه المهندس محمود طاهر في مجموعه كبيره من قائمته مجموعه كبيره وجوه جديده نجحت معاه، ليه ما عندوش نفس القبضه الحديديه بتاعت الكابتن حسن حمدي، رغم ان وجود خلاف ايام الكابتن حسن حمدي داخل غرف المغلقه وجود خلاف هنا برضه داخل غرف المغلقه؟ هنرجع تاني لفكره الخلاف على ايه. يعني انت على مصلحه النادي، يعني انا مثلا لا مش سيبك مصلحه النادي دي مساله تقريبيه، لا بس هي على مصلحه النادي عشان ما هي يعني. ما هي لا تكون على مصلحه النادي من وجهه نظر كل واحد، ممكن تكون على مصالح شخصيه. بص النهارده الخلاف على إدارة الكرة ده اللي اتقال، ده اللي سمعناه. ما هو مصلحة النادي يا سيدي كويس، ما انا يطلع واحد يقول لك اصل طرحنا اسم الخطيب وطاهر الشيخ ما وافقش. تسأل يقول لك لم يحدث، لم يطرح اسم الخطيب. الشفافية هنا مهمة. تمام. طب هو طرح اسم الخطيب لان المهندس محمود طاهر ما كانش عايز يكمل ولا هو طرح اسم الكابتن محمود الخطيب اذا كان قد طرح؟ لان هم قالوا له لا هنلغي لجنه الكوره. لم يطرح اسم كابتن محمود الخطيب، لم يطرح. لكن الاعلام قاعد يكتب قد ايه في الموضوع ده؟ 150 سنه. طب لماذا لم يحدث على مستوى يطلع بيان يوضح الحقيقه دي؟ طلعوا يا كابتن كلهم في الاعلام، كحاج محمد عبد الوهاب والاستاذ محمود اللي هو محمود علامه والمجموعه كلها، وقالوا لم يطرح اسم الكابتن محمود الخطيب. طيب. لما يكون المقربين من بص حضرتك الاعلام في حته كابتن جديده شويه، معلش ما كانتش موجوده قام حضرتك. اللي بيقول المعلومه هيظل يقول المعلومه، والناس لو طلعت فوق المأذنه لا هيلح لما تبقى حقيقه. بص طبعا هيفضل يقولها. ايوه هيقولها. وحتى حضرتك لو اتصححت نسبة قليلة جدا في الإعلام دلوقتي اللي حضرتك تيجي تقول له تصحيح المعلومة اللي حضرتك قلتها. اللي بيعمل البلبلة إيه بقى؟ فياخدها يقولها. كابتن سيف اللي بيطلع يعمل البلبلة إيه؟ إن لما يطلع معلومة غير دقيقة وبعدين يبتدي
بتتقال من ناس تعودت انها تدافع عنك انت. فتبتدي المعلومه دي تتنسب لك ان انت خلافك مع احمد مجاهد عشان الموضوع الفلاني. انت ما اتكلمتش وما نفتش انت حضرتك. فيبتدي يلح 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 عشان هو عايز يخرجك. بس انا كابتن طلعت مثلا نفيت وانت ما نفتش. هل المشكله هنا انت ما طلع اربعه خمسه كابتن مش هيطلع صاحب الشأن. صاحب الشأن ما هو صاحب الشأن ده مجلس اداره رئيس النادي لما ينسب اليه لان خلافه. لا كابتن رئيس النادي بنفسه لا عن طريقه. ما هو يا كابتن ما هو يا سيدي يطلع المتحدث الرسمي يقول متى رئيس النادي كذا او بيان يتوقع ممكن واخد بالك. لكن تسيبها كده تايهه لما تبقى شبه الحقيقه. هم وجهه نظرهم برضه كابتن ان مش كل يوم هطلع بيان يعني حد حضرتك على فكره مثل انا مش عامل دور الواعظ او ان انا صح. انا بقول لك انا بجتهد في الاسباب أنا فاهم. بس عشان يعني انا كانه يبدو ان انا بنتقد. انا بحلل. لا انا فاهم. انا لا انتقد. لو كلام حضرتك محترم ومظبوط بس حد حضرتك مثلا انا النهارده كنادي اهلي عايز اطلع ارد على كل حاجه. جيت بعمل حفله. لا مش كل حاجه. ما انا هقول لحضرتك بس جيت النهارده بعمل حفله كويس. مصر والاعلام الرياضي كله ما وراهوش حاجه بقى غير حفله النادي الاهلي تحت سفح الهرم وقائمه المدعوين. دي قصه اول مره اشوفها في حياتي. ايوه كويس. أيوه. ما انا هقول لحضرتك بس حضرتك واحده واحده. فجأة حضرتك الاقي المواقع كاتبه المدعو نمره واحد استاذ فلان، المدعو نمره اثنين استاذ فلان، المدعو نمره ثلاثه استاذ فلان. ابتديت اشوف ايه بقى ورمز النادي الاهلي فلان اعتذر عن الحضور وده اعتذر عن الحضور طبعاً. في الاعلام ما طبعا شوف الاعلام هو دي هيرد عليه ولا ايه يا كابتن يا حبيبي؟ ما ردش هو هو بس خلينا انا الاستاذ ابراهيم فايق امبارح الصبح عمل معايا اتصال وانا رايح شغلي. ابراهيم شخصيه محترمه وعالمي كبير يا في البرنامج الاذاعي بتاعه كابتن عادلي يعني انت دعيت؟ قلت له الحمد لله كلموني وقالوا لي دعوتك موجوده وانا شاكر هذا يعني فعلا ممتن. حلو يا كابتن. كده دخلت مع الصفوه. فقال لي طب انت شايف بقى يعني الخلاف اللي حوالين قائمه المدعوين ده؟ قلت له انا مستغرب جدا. الحدث محدش راضي يحدد ملامحه. يعني الحدث عبارة عن شركة رعاية عاملة عقد كبير عايزة تقدم نفسها. ما عملوا بيان يا كابتن. عملوا بيان بس استناني بالبيان بس خليك مع دماغي شوية. اتفضل يا كابتن. أنا بقول لك اللي قلته له. قلت له طيب خلاص إيه المشكلة؟ حولتوها ليه؟ إن دي حفلة تكريم. أول ما بتتحول لحفلة تكريم لازم ناس تزعل وناس تنبسط. في كل حفلات التكريم عبر التاريخ. لان التكريم اذا لم يصدر بمعايير موضوعيه هيزعل الدنيا كلها. خلاص بقت انطباعيه. بس هو مش تكريم. طب انا اسالك سؤال. مش تكريم. هو مين اللي خلاه تكريم؟ مش تكريم. ده اللي انا هو ده بالظبط اللي انا قلته له. ده اللي انا قلته له. قال لي لا بس لما يقول ان رموز دعوه رموز النادي الاهلي اللي بيدعى معتبر نفسه من رموز والذي لا يدعى يبقى مش رموز. واخد بالك؟ ما هو برضه مين اللي قال الرموز؟ هل ده حاجه من جوه النادي الاهلي ولا اجتهاد؟ دي هنا المشكله. المشكله الا تصمت ان اللي بيطلع يتكلم يكون دقيق في اللفظ في كل شيء. واخد بال حضرتك؟ يعني انت لما تيجي تقول تكريم لا الناس هتزعل. ما هو ما قالش يا كابتن. مفيش كريتيريا. يعني انت لما تيجي تقول ايه طب خليها تكريم. ما هو ما قالش يا كابتن. ده توقيع عقد. يا انا قلت له كده. طيب. قلت له احنا بنكبر الموضوع عن حجمه. قال له لا مجلس اداره. وطلع المهندس محمد عبد الوهاب وانا قلت كده لابراهيم. قلت له طلع قال ان صاحب الدعوه شركه صله. فيعني هو عايز يخرج منها بقى. قال له طب دعيته الاعلام؟ قال له يعني هو في تفكير ان يدعى واحد من كل مؤسسه. انا قلت هذا الكلام. فبدأ الحوار لا اصل فلان وفلان دخلنا في اسماء. فاسماء انت لن تقول رايك يعني اذا قلت يعني طيب ما هو ليه لا بقت قصه واذا قلت طب وليه يدعى بقت قصه. وانت مش انت الطرف يعني انت يعني انا بحاول لما اكون باستمرار بتكلم عن النادي الاهلي ان اكون حل مش مشكله. ولذلك انا هنا احلل ولا أنا مش رايي. وقتي خلص يا كابتن مع حضرتك. انا اسف. لا ده انا عايز حضرتك كمان بس سريعا جدا. فانت بتيجي بتقول لي اديك انت على فكره انا سمعتك وانا قاعد مستني. كلامك صح والله العظيم يا كابتن اقسم بايات الله حلفان على الهوا والله العظيم. انا وانا بقرا الاسامي يعني مثلا كابتن عادل القيعي كابتن محمود الخطيب كابتن حسن حمدي كابتن حازم امام كابتن خالد غندور انا كسيف زاهر وانا قاعد كده
طب ما كلهم ناس كبيره ناس محترمه يعني. لا هو في حساسيات عند الجماهير هنا بقى. يعني هل عندنا دقيقه؟ اتفضل. حساسيات الجماهير بتبص لها ازاي بقى؟ لما انت تيجي تحتفل عشان اعتبرت دي احتفاليتك لانك رحت حاطط فيها هدف تاني الاحتفال بالاكثر تتويجا. فحاطط لها خليت فيه زخم اكتر للمناسبه. فالناس تقول لك الله اذا كان انت كابتن خالد غندور لسه طالع بيقول انا مش معترف ان النادي الاهلي بطل القرن فانت جايبه تحتفل بان هو يحتفل معاك بالنادي الاهلي اكثر تتويجا. لا هو ممكن جابوا الشباب خلي بالك اعلامي يا كابتن مش يعني مش ممكن رايي انا لا انا بقول لحضرتك ممكن دعاك اعلامي يعني مش دعاك يا سيدي كزملكاوي. ما هو طبعا هم دعاه ليه؟ ما هو هيكون اعلامي هو دعاه ليه؟ ما هو دعاك اعلامي وممكن يكون الدعوه موجهه للقناه بتاعته والقناه هي اللي رشحته وارد برضه انت فاهم قصدي؟ طبعا. لكن الناس بتفكر كده الشباب بتاعنا ما بقاش عنده لا خلق ولا صبر يقعد يحلل ويقعد يتامل ويشوف العقل بيقول ايه. احنا بقينا صعبين قوي يا كابتن والله. فاحنا نتمنى ان النادي الاهلي يقفل على نفسه. نتمنى المهندس محمود طاهر يرجع يسيطر على الامور ودي مش صعبه لان هم زي ما انت قلت جايين من ثقافه واحده ومن مركب واحد طبعا وما كانوش مختلفين. عملوا ثلاث قعدات الاسبوع اللي فات كويسين جدا ما ينفعش نختلف على فلان مشي وفلان جه هيرجعوا ان شاء هي الله هي دي اللي انا ضدها. فلان مشي وفلان جه دي ما تشرخش النادي الاهلي. بستمتع بيك يا كابتن عدلي والله مبسوط جدا حضرتك معايا ويعني ببقى نفسي ما اتكلمش اقعد اسمع منك كده كتير. ربنا يخليك. ربنا يخليك. اشكرك جدا. فاكر يا كابتن ما قابلتني في نادي الجزيره اول مره؟ حضرتك فاكر الموقف؟ انا فاكر. اياك انت تكون فاكر. لا ده انا فاكره يا كابتن. حضرتك قلت لي ايه يا سيف زاهر تعالى كنت لسه عامل برنامج صغير اتبسطت قلت انا اتشهرت ولا ايه؟ ايوه كابتن عدلي. حضرتك فاكر حضرتك قلت لي ايه؟ قلت لي هو انت تعرف ايه عن عدلي القيعي؟ قلت لك ايه؟ حضرتك مش فاهم. تعرف يعني عندك قيعي شد كرسي يا ابني ما فاهمك. قلت لك تحت امرك كابتن. لا اصل هو انت طلعت قلت ايه كان كابتن خالد مرتجي معاك فبتكلمه فبتقول له المجاملات مش مجلات. قال لك زي مين؟ قلت له عدل القيعي يطلع يعمل برنامج ليه؟ فقلت لك انت ما تعرفش ان انا اعلامي من سنه 71 طبعا وعملت مجلتين وعملت فانت ما كنتش تعرف طبعا. ده احنا كابتن عشان كده انت فوجئت بيا طبعا. هنعيش يا كابتن طول عمرنا نتعلم ليس نوع والله. من التباهي وانا اقل من ان انا اتباهى باي شيء يعني. ده شرف ليا يا كابتن ازاي يعني. شرف ليا وشرف ليا ان حضرتك موجود معايا. اشكرك. بشكرك كابتن عدلي شرفتني ونورتني. خلصنا حلقتنا النهارده مع دينامو النادي الاهلي طبعا كابتن عدلي القيعي وحديث اكتر من شيق يعني. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حلقات الملاعب اليوم وزي ما قلت لكم تغطيه خاصه لكواليس مباراة مصر ورحلة المنتخب الوطني الأولمبي للسنغال والتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو. مهيب عبد الهادي من هناك دقيقة بدقيقة من السنغال مباشر بدءا من بكرة إن شاء الله بإذن الله عبر شاشة الحياة. استنونا بكرة حلقة خاصة من حلقات الملاعب اليوم. تصبح على خير. السلام عليكم.